كل مرة هاد الحكومة رجعوا إلى بغيتي وشوفوا الصحافة، هاد الصحافة اللي مع الأسف الكثير منها يعني الله اللي عالم من وراءه ومن يحركه ومن يوحي إليه، أمين شياطين الجن أمين شياطين الإنس، فهمتيني ولا يعني كل مرة طبعا كاين صحافة معقولة وجادة، كل مرة شي حاجة، فهمتي ولا كل مرة شي حاجة، باش ما عمرك تقابل شغالاتك، وإني إلا كانت عندهم السياسة ديالهم حتى حنا عندنا السياسة ديالهم. باغيين يدخلونا حنا ملي تيكون شي واحد تيتواجه معك وما أدراك، يكون الله سبحانه وتعالى جابنا باش نحاولوا نعتقوا بلادنا من هادشي، غنعتقوها إن شاء الله الرحمن الرحيم بإذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. واش اللي غيدير هادشي غادي يشتغل عاوتاني بالهضور الخاوية؟ الإخوان سمحوا لي، إلا ما درناش الإصلاح ديال التقاعد 2022 ما غيوصل حتى المغربي درهم واحد ديال التقاعد. ما تقولوش لي أنا خلوني من الهضرة الخاوية، هذه أشياء. واش هذا التقاعد هذا ديال الوليد؟ واش أنا كنخدم مصلحة شخصية؟ أنا ما دخلي في الموضوع، أنا الرئيس ديال الحكومة كنتحمل المسؤولية، غادي نمشي. الإصلاح ديال الضريبة من الضروري، والحزب غادي يتحلى بالشجاعة الكافية وغادي يشرح هذا الشيء للناس. في نفس الوقت تيسير ديال المناخ ديال الاعمال، تحسين ديال المناخ ديال الاعمال باش المغربي ما يبقاش يخاف من الاداره، ما يبقاش يخاف من الضرائب، باش يستمر باش يخرج ينتج، باش ما يبقاش عقله معلق غير بالوظيفه. مستوعب الناس ديالو كاملين، لا اللي متفق مع الامين العام، لا اللي معارضه، كل واحد كيلقى بلاصتو. طبعا كاين بعض الاخوان كيبالغوا بحال داك السي عبد العزيز فتاتي الله يهديه، ودابا هذاك عبد العزيز الفتاتي حالف تيلعب الماتش بوحدو. واش انا كنت في اللون؟ هذاك بوانو شويه، هذاك راه ملي دخل الامانه العامه ولا خليونا اجل غاديا. هذا الشيء ما خصوش يوقف في جميع الحالات، في جميع الحالات. صحف بالجرائد ديالهم بالفنانين ديالهم، اول رئيس حكومه بنت اليوم فيه بداو ايوا ياك الشغل ديالي نعطيهم الشغل، هذا الشغل هما جابوا لهم كي تخلصوا عليه. انت هذا الشعب كيفهم؟ ولحد الان انتم تعطونا هذه الصوره المخالفه، والشعب
يعرف ذلك ويحس به بفطرته قبل أن يقتنع به بعقله، ولذلك فهو يساندكم. والقوم متخوفون من انتخابات سابقة لأوانها، ونحن لا نبالي بأي شيء اختاروه، فعلى بركة الله. السلام عليكم.